بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي دكتور محمد نصر، بشتغل في القصر عيني، بشتغل استاذ الطب النفسي في القصر عيني ورئيس وحده الطب النفسي المراهقين في القصر عيني. النهارده انا مبسوط ان انا اكون معاكم وسطيكم في مناسبه لطيفه اجتماعيه، عيد الام. فكل البنات اللي هنا كل سنه هما طيبين، وكل الامهات اللي هما هنا كل سنه هما طيبين، والرجاله هارد لك. ف الدنيا برد، والجو المفروض النهارده اخر يوم في الشتاء. اخر يوم في الشتاء، فالشتاء بيقول باي بس بطريقه قاسيه شويه. الموضوع بتاعنا النهارده هنتكلم على الدبريشن زي ما اتفقت مع دكتور عماد. اللي الدبريشن هناخدها على محاضرتين النهارده والاسبوع اللي جاي عشان يبقى قبل رمضان. كل سنه طيبين برضو مره تانية. قبل ما نبتدي حب اتعرف عليكم. كل واحد يقول لي بس اسمه كده، فمشي المايك وقولي لي اسمه. في مايك؟ انتوا عارفين بعض كلكم؟ ها؟ طيب اخر واحد هيسمع اسامي الكل كلها. فركزوا مع بعض، يلا. الاسم بقى؟ ها؟ طيب. علياء جمال. ميرفت عشري. منار عبد المولى. علياء، ميرفت، منار. نهى. نهى. علياء، ميرفت، منار، نهى. ايه. ايه. علياء، ميرفت، منار، نهى، ايه. شيرين. شيرين. علياء، ميرفت، منار، آية، نوها، نوها، آية، شيرين، أميرة، أميرة، علياء، ميرفت، منار، نوها، آية، شيرين، أميرة، هبة، هبة، استني ما أجيبهم، محمد، علياء، ميرفت، منار، نوها، آية، شيرين، أميرة، هبة، محمد، محمد، محمود غباشي، محمود، محمود غباشي، محمود. كملي. لا احنا هناخد الدايره وبعدين الصف اللي ورا. هناء. هناء. نانسي. نانسي. هناء نانسي. مفيش اسم مكرر لسه. نرمين. نرمين. امنيه. امنيه. دعاء. دعاء. رنا. رنا. رشا. رشا. دكتور علاء الدين، انا ضيف عندكم مرشح للزماله ان شاء الله. دكتور، دكتور علاء الدين حسين. علاء الدين حسين. اهلا دكتور. منين؟ من السودان. منين؟ من السودان. انا نوبي من حلفة. من حلفة، اهلا بيك، منور بلدك. حسام. حسام عبد الرحمن. حسام عبد الرحمن. سوسنة. سوسنة. انفال. انفاس. انفال. انفال. هشام محمد حسن. هشام، منين يا هشام؟ من السودان برضو. من حلفة. ها؟ لا، من الخرطوم. من الخرطوم. تصحاب؟ لسه ما اتقابلنا. اول مره تتقابلوا هنا في المحاضره دي؟ نعم. طب قوم سلم عليه بقى. محمود. منين؟ من اليمن. محمود من اليمن. منين من اليمن يا محمود؟ حضرموت. حضرموت. اهلا بيك. انتوا محتلين القاهره بالمطاعم بتاعتكم. حضرموت. حضرموت. ان شاء الله. سالي. سالي. ها؟ ايمان. 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 ها؟ خلاص اللي جوه. ها؟ مهندس الصوت. اوكي. اسمك ايه برضو؟ سعيد. وانت؟ محمود. يعني في اتنين محمود اهو، محمود غباشي ومحمود مهندس الكاميرا. ومحمود من اليمن. فتلاتة ده هما دول الاغلبية. ومحمد واحد بس التاني اهو. برضو محمد؟ طيب عاشت الاسامي. يبقى في تلاتة محمد وتلاتة محمود. اي ما واحد اتنين تلاتة. ها؟ رنا، رشا، دعاء. رنا، دعاء، أمنية، رشا، نرمين. استني بقى، أنا ما سمعتش الصف ده. رنا، دعاء، نرمين،
رنا دعاء امنيه نرمين رشا نانسي ها رشا اللي ورا ها هناء. طيب الموضوع بتاعنا اللي هنتكلم عليه النهارده ديبرشن. اوكي بصوا كده حد يقراها بصوت 24-year-old female, first time at your clinic, no available past medical records, presenting symptoms, insomnia, crying spells, low energy, irritability, and social isolation. Hopes you can help her to feel better. Been depressed for years, but worsened over past couple months. Denies suicidal thoughts. جات لك البنت دي في العياده بتاعتك وقالت لك ساعديني عايزه ابقى كويسه هي بالحاجات دي هتفكري في ايه؟ بريفلي كده هتفكري في ايه؟ اعتقد اول حاجه هسال عليها السيمبتومز دي كلها من امتى؟ في تغيير في السيفيريتي ولا لا؟ هتفكري في الانسر هو هكتب لك الانسر بقالها بس زي لاخر كام شهر كابل كتير يعني كابل مانس يعني بقالها حوالي شهرين زي ده هي دي نايس سوسايدال فكده الريسك الريسك كويس يعني فكرتي على الانسيت الانسيت هو موجود وعايزه تكلود سوسايد ما فيش سوسايد بس عندها اعراض والاعراض زايده بقالها شهرين بتعيط مزاجها مش قد كده باينه انها مكتئبه ما عندهاش طاقه تمام عندها سوشيال ودرور او ايزوليشن ما بقتش functioning بنفس الباترن فكري في ايه؟ نسال كان في ابيسود زيها قبل كده ولا لا ونسال في اي لا هيستوري اوف ميديكال ريكوردز ومفيش اي هايبومانيا واي ستريسور دلوقتي موجود ولا لا؟ باست هيستوري ما عنديش اي باست هيستوري فاميلي هيستوري ديفينتلي هسال على كل الحاجات اللي انتم بتسالوا عليها بس انا بريفلي كده من الهيستوري شورت هيستوري ده هفكر في ايه؟ depression ان ده depressive disorder it's depressive disorder okay جات لي اعراض الاعراض دي depressive disorders الخطوه الثانيه هبتدي افكر في ايه هعمل كده في دماغي scanning الاعراض دي فيها اعراض اكتئاب بس ولا فيها past history of manic symptoms ولو اعراض اكتئاب بس ايه في النوزولوجي ايه هم الامراض اللي بتجيب اكتئاب ميجور ديبريسيف ديس اوردر ولا بيرسيستنت ديبريسيف ديس اوردر ولا بري منسترال ديسفوريك ديس اوردر ولا ديسربتيف مود ديسريجريشن ديس اوردر ولا باي بولر 1 ديس اوردر ولا باي بولر 2 ولا سايكلوثايمي فوانس الاقي ديبريسيف سيمبتومز ما ببصش بس على الديبريسيف ديس اوردرز ببص على الاضطرابات الاخرى اللي ممكن يكون فيها ديبريسيف ابيسودز او ديبريسيف سيمبتومز اوكي انكلودينج الباي بولاريتي اند سايكلوثايميا انكلودينج الحاجات اللي هي ممكن تبقى اكسكلوسيف للجندر بري منسترال ديسفوريك ديس اوردر اوكي فلازم هنا الكي بتاعي في اي كلينيكال براكتس هو ببص على السيمبتومز واكسكلود ايه فين عشان اوصل للابروبريت دياجنوز طيب ابص على ايه تاني الادجستمنت ديس اوردر ممكن يبقى عندها ستريسورز تمام ويز ديبرست مود وهنا ممكن يبقى عندها سكيزو افكتيف او سايكوتيك فيتشرز او سايكوزس موجوده فهنا الحاجات اللي هي هتبقى مشاركه في ديبرسيف سيمبتومز طب ايه كوموربيديتي اللي ممكن تبقى موجوده ايه الاعراض لا تاتي المصائب فرادى لازم في السايكايتري الكوموربيديتي از رول تمام الا ما نادر فالقله هو اللي معهوش حاجه مصاحبه بس الاغلب ممكن يبقى معاه على مستوى سب سندرومال او سب ثريشولد او سندرومال وسندرومال 1 و 2 ممكن يبقوا كوموربيد مع core presenting psychiatric disorder فهنا اللي ممكن يبقى موجود post traumatic stress disorder تعرضت لاي كرب او اي ضغوط او اي مصايب وعماله مصاحبه ليها substance use disorder ابتدت تستخدم benzodiazepines في الفتره اللي فاتت وابتدت اتعودت عليه وبقى في dependency
other addictions بتسجر بتشرب حشيش whatever البنوته دي لازم اكسكلود. personality disorders عندها 24 سنه و persistent depressive ممكن تبقى ايه عندها borderline personality traits او whatever personality obsessive personality traits او obsessive personality disorder هاكسكلود وادور الكوموربيدي دي. very common anxiety disorders panic social phobia generalized anxiety disorder obsessive compulsive disorder. وفي 4 patterns of comorbidity of anxiety disorders. ايه هما الفور patterns اللي بيبقى very common في الدبريشن؟ يا اما two syndromals major depressive disorder ومعاها one of the anxiety disorders major depressive ومعاها panic disorder major depressive وsocial social phobia major depression generalized anxiety major depression وobsessive compulsive اللي هو بقى كاتيجوري لوحده. فهنا الايه anxiety disorder ده اول pattern. الاثنين عندهم الفول بلون بيكتشر اوف تو disorders. الباترن الثاني ان يبقى وان disorder ومعاه واحد سب سندرومال. تمام السب سندرومال يبقى عندي anxiety symptoms social phobic symptoms generalized anxiety symptoms مع major depressive disorder او depressive disorder. الباترن الثالث الاثنين يبقوا سب سندرومال. ها يبقى عندي depressive symptoms sub threshold و anxiety symptoms sub threshold والاثنين موجودين. او الباترن الثالث اللي هو يبقى الكوموربيديتي هي اعلى والديبريسيف سيمبتومز تبقى الاقل. اوكي فيبقى الفور باترنز اثنين سندرومال او اثنين سب سندرومال او واحد سندرومال من الديبريشن ومعاه anxiety symptoms او الديبريسيف سيمبتومز ومعاه anxiety disorder او eating disorder وبقت very common بنشوفها دلوقتي اكتر من الاول وبتبتدي في age اقل بتبقى موجودة فنكسكلود بترجعي بتاكلي كتير عندك binge eating purging ولا في anorexia especially ان الage هنا 24 ده بتاع واحدة ممكن تبقى prone للايه للdisorder ده. او gender dysphoria لقيتها داخلة عليا مسترجلة لقيتها داخلة عليا مقريفة من الايدنتيتي بتاعتها فانا I have to exclude وكل الكوموربيديتي دي I have to exclude. يبقى المين كور سيمبتومز اللي ابتدى بيها الديس اوردر هي ديبريسيف سيمبتومز او ديبريسيف ديس اوردر. حطيت كده هجيب الليسته وابتدي اسال وخلصت الليسته وصلت للديس اوردر which depressive disorder هشوف ايه المتلازمه الاخرى او المصاحبه معاه علشان ما افقدش حاجه. مش كده وبس ده انا هسال على ادويه. تمام ليه؟ لان عندي due to drugs medications that cause depressive symptoms. ما يمكن بتاخد دواء ضغط، ما يمكن بتاخد narcotics، ما يمكن بتاخد anti hypertensive proton pump، بتاخد statins، يبقى بتاخد stimulants كتير قوي بنشوفهم دلوقتي ممكن بيلجأوا للبرافا ماكس والحاجات دي وهو بيصحصحهم وبيذاكروا ويبقى تقلب معاه هو كونترا انديكيتد. ولو عندها vulnerability تبقى mood disorder او bipolar depression ممكن تبقى manifesting بايه نتيجة الحاجات الستيمولنت اللي بتاخدها او هرمونال ريبليسمنت لو حد كبير شوية في السن او بتاخد انتي كانسر انتي استيرويدز بالاخص كتير قوي في الكوفيد اللي حصل وكتير قوي مشيوا على استيرويدز نتيجة اللونج افكشن اللي كانت موجودة في الكوفيد كتير قوي كانت الحالات ميجور ديبريسيف ونتيجة الايه الدراجز اللي كانت بياخدها وهي ابتدى لما ابتدى withdrawal of steroids اللي كانت موجودة وتحسن الحالة النفسية ابتدوا يتحسنوا. ف I have to exclude beta blockers. beta blockers very common. حد كتب لها عشان يجي لها شوية anxiety symptoms فكتب لها اندرال او propranolol وماشي عليه ومتزبطة عليه بس ابتدت تعاني مزاجها القلق اختفى ولكن الاكتئاب ابتدى يظهر. I have to ask benzodiazepines. نفتح شنط الستات هنا موجودة كل واحدة في شنطتها الزانكس او الزولام او الكرازولام very common very او توصفه لصاحبتها او في النادي قاعدين خدي ده نص قرص بس لما ده يضايقك او ده تضغطي خدي بلعيه فتبقى dependent على benzodiazepines. باركنسونز ميديكيشنز ده في الاولد ايج سبيشالي في الاولد ايج وبتبقى دايلما بياخدوا دوبامين ستيمولنت دوبامين بريكرسس بتدي عشان يفك الباركنسونيان فيتشرز يدخلوا نتيجه منها يا اما في سايكوزس يا اما في ديبريشن.
انتي كونفالزنت، وكتير قوي من انتي كونفالزنت تعمل داونينج، تلاقيها اكتئب او بقى دل دلنس كده وما بقاش مبسوط. statins بتاعت الليبيدز انتي كولينرجيك دراجز، وبالاخص الانتي كولينرجيك مين بيحبها؟ سايكوتكس. سايكوتكس بتلاقيه بيصحصح وتحسن الكوجنيشن شويه، تمام، بس هي ممكن تنديوس ايه ديبرشن. مين كان بيسال على ستريسورز؟ قال ستريسورز، ها قلتي ستريس، منار، منار قالت ستريس. فبنسال ايه هي الحاجات اللي فيري ستريسفول، ايه اكتر حاجات ستريسفول؟ جريف، حد مات، حد جرالك مشكله، حد فقدته عزيز عليك. واحده بتيجي 24 سنه ممكن كانت مخطوبه وفكت الخطوبه، او كانت متجوزه وانفصلت، او كانت حابه حد ومصاحبينه، بارتنر ريليشن بروبلمز، فجايه مكتئبه نتيجه اللي حصل. اند اوف ريليشنال، ديفورس، انفيرتيليتي، ميسكاريج، ابيوز، انتيميت بارتنر فايلنس. تيجي ستات كتير قوي بنشوفهم جايه جوزها ضاربها، والمعامله بينهم فيزيكال وفيربال ابيوز وفايلنس، تي انزلي يلا جيبي فلوس، وتبقى شغاله راحه جايه ومتهانه في السكك ومتهانه في البيوت، وبتبقى كرونيك ستريسورز وفايلنس، ده بيخليها عندها ايه فولنربيلتي، او ممكن تبقى ديبرست. هايبوثايرويديزم، بوست بارتم ديبرشن، لسه شايف من يومين واحده بقى لها 20 يوم جايه مع جوزها ديبرشن، وفيها سوسايدال ثوتس، انفانتسايدال ثوتس، وهي ديبرشن. اي اكسكلودد سايكوزس، اي اكسكلودد بايبولاريتي، فهي كانت متشخصه ديبرشن، فبوست بارتم اونست اوف ديبرشن. عشان كده عندي في اما نيجي في السبيسيفايرز بتاعه الديبرشن، عندي حاجه سبيسيفاير اسمه ايه؟ بيري بارتم اونست، بيري بارتم اونست. ديمنشيا وستروكس كتير قوي في الاولد ايج، يبقى الـ 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 المفتاح اللي هيخليني اشك بعد كده ان العيان ده كوجنيتيفلي افكتد الدبريشن، فبتيجي اولد ايج ليت اونست ديبريشن، فالليت اونست يبتدي متاخر، فيبتدي يبقى عنده اعراض اكتئاب ومالوش نفس، وطلع على المعاش واصحابه ابتدوا سابوه واولاده بعدوا عنه، والفاينانشال بيردن والميديكال كونديشنز، كل دي حاجات بتبقى موجوده، وبعدين يحصل ايه؟ يبقى ديبرست، واليوز بتاعته للكوجنيتيف فانكشنز بتبتدي تقل، فيبتدي يبقى يدخل في ديمنشيا. فعشان كده لو لقيت في اولد ايج او ليت اونست ديبرشن depressive symptoms في late onset أو في old age I have to check and assess for cognitive functions و follow up intensive follow up، علشان دي ممكن يبقى ال trigger أو ال ال ال, ال starting بتاع ال dementia. very common برضو في ال strokes، ودلوقتي بقى من الحاجات اللي انا بحسنها، مش بدي انتي هايبرتنسيف وانتي دايابيتكس وقلل الليبيدز، تمام، ستاتنز، بدي كمان ايه انتي ديبريسنتس، وبقت من الحاجات ريسك فاكتورز فور ريكارنس اوف ستروكس، ريكارنس اوف ستروكس وكاردياك كيسز، انتي ديبريسنت، لان هو الكوموربيديتي بوست ستروك وبوست كاردياك بروبلمز عالي قوي للديبرشن. كرونيك بين، فايبروميالجا، ودي التشخيص اللي هو دلوقتي الستات والرجاله يجي لك انا اتشخصت فايبروميالجا، ودكتور الروماتيزم او دكتور البطنه قال لي انت عندك فايبروميالجا وهتاخد مضادات اكتئاب عشان تتحسن. لو انا مسكت العيان اللي عنده فايبروميالجا وبروبرلي اي اسيست هيم، هلاقي عنده ايه؟ هلاقي عنده ميجور ديبريسيف ديس اوردر، او هلاقي عنده جنرالايز انكزايتي ديس اوردر، وهو بيتحسن على ايه؟ على الانتي ديبريسنت اللي هي ليها اس ان ار ايز، بارتيكولاري دولوكسيتين او فينلافاكسين او تريبتيزول اميتريبتيلين او انتي ديبريسنت، يعني وات ايفر، وسمول دوزز اوف انتي سايكوتكس ممكن تبقى امبروفينج. هم ما بيعرفش يعمل سكاننج او سكريننج لل psychiatric disorders، فبيبص على البين areas والتريجرز، يجي يقول له اصل هنا الحته دي والحته دي، ده في الكتالوج بتاعنا ثلاثه نقط هنا واربعه نقط هنا، انت فايبرمالج، انما ما اسالش مزاجه اخباره ايه، اكلك اخباره ايه، نومك اخباره ايه، عندك مشاكل في الحاله المزاجيه، بتشتغل بالشغل والطريقه اللي انت كنت بتعملها. he didn't exclude
الايه psychiatric comorbidity او هي ممكن تبقى الاساس بتاع البرزنتيشن. فعشان كده fibromyalgia ده is a waste basket بيتحط فيها لما ما لقيش عندي حاجه عامل له الفحوصات والاشاعات والحاجه طلعت سليمه بس عنده اوجاع. هو once عنده اوجاع chronic pain او fibromyalgia هنا I have to exclude major depressive disorder او depressive disorders او anxiety even disorders. الحاجه الثانيه الدايابيت هو دلوقتي بقى دايجنوست كتير شويه وهو جدا جدا هو عنده فايبروميالجيا بس معاه كوموربيديتي ده بس depressive episode او depressive symptoms. هما ما بيشخصوش هو انت شكلك كده مكتئب انت عندك فايبروميالجيا بس روح لدكتور نفساني. Actually ممكن ال symptoms complaints كله يبقى part من الميديكال المينتال كونديشن. ما هوش هو بيتوجع نتيجة الاكتئاب هي دي البادي لانجوج بتاعته. هو مش قادر نان اكسبريسيف في حاجة اسمها ايه مش قادر ما عنديش القدرة على التعبير الاكتسايمك. في ناس الاكتسايمك القدرة على وصف مشاعره والاحساس بمشاعره ما بيقدرش يعبر عنها فبتبتدي في صورة ايه physical complaints somatic complaints. فهو ممكن يبقى alexithymic. الحاجة اللي very common دلوقتي برضو وفي تشخيصها كتير قوي multiple sclerosis MS. وعملنا كان مع دكتور حاتم سمير في القصر عيني كذا ريسيرش ودكتورة نيفين محيي هما من اكتر ناس بيشتغلوا في ال MS كذا ريسيرش وطلع الكوموربيديتي اوف ديبريشن في العينين الام اس نتيجه الديسابيليتي اللي بتبقى موجوده والاتاكس اللي بيجي لهم والستيرويدز اللي بياخدوها والسايكوتوكسيك ميديكيشنز اللي بياخدوها تمام بيبقوا فانربل للديبريشن والريسبونس بتاعهم للانتي ديبريسنت بيفيرز فروم 1 تو 1 يعني ممكن يبقوا نوت ريسبوندنج لنتيجه الديسمايلينيشن اللي بتحصل والديمايلينيشن اللي بتحصل فالريسبونس بتاعهم بيبقى مختلف والسايد افكت بروفايل بتاعهم للانتي ديبريسنت برضو بيبقى انبريدكتبل. وكان في كام انتي ديبريسنت بس مش موضوعنا النهارده هم اللي ايه اللي هم ريكومندد فور تريتمنت اوف ام اس. بتبقى عرض من الاكتئاب عندي اعراض جسديه متناثره في الجسد تمام والاعراض الجسديه دي هي عرض من المرض. تعرف بالبروبر هيستوري هو انت دايما العينه ما بيجي لك ايه بيروح للدكتور الباطني او دكتور الروماتولوجي فبيحصل ايه بياخد السيمتومز ما بياخدش ما وراء السيمتومز تمام. انت بقى انت بتاخد السيمتومز وبتدور على ما وراءها. انت هنا عندك اكتئاب اكلك اخبره النوم اخبارك ايه وايه ومفصلك وايه بتاخد ديبر اسسمنت. هو بيقول له قولوني انت عندك قولون عصبي. قولون عصبي ده ممكن يبقى انكزايتي ديس اوردر هيديله اسبازموليتيك ويديله بين وبيديله مش عارف ايه. انت ممكن بقرص انتي ديبريسنت القصه كلها تختفي تمام. فهي بتبقى عرض من المرض عرض من الديس اوردر او اعراض جسديه من الديس اوردر. اخر حاجه فيري كومن برضو الدايابيتس. الدايابيتس بيجيب ديبريشن والديبريشن بيجيب بيزود الستريس ويزود الايه الريسك اوف دايابيتس. ديبريسيف سيمبتومز كان بي روتد ان ماني ديفرنت كوزز زي ما شفنا في اسباب كتير قوي. اسسمنت تيكس تايم اند انرجي. ما هواش جت قالت لي شويه اعراض انت خدي انتي ديبريسنت ده وروحي. لا ده انا همسكها اقعد معاها اعمل لها بروبر اسسمنت. هي كل الحاجات دي لو قعدت سالت عليها مش هتاخد وقت. كل الحاجات دي لو قعدت سالت عليها عشان اوصل للبروبر دايجنوز مش هتاخد مجهود. appropriate treatment follows accurate assessment. عشان اوصل صح لازم اسال واقيم صح. هنا دي الميجور ديبريسيف ديس اوردر كرايتيريا. ميجور ديبريسيف ديس اوردر خمسه او اكتر من اللي جاي بس الكور بتاعهم لازم يبقى فيها ايه ها ديبريشن و انهيدونيا اكيد عارفينه. Depressed mood, anhedonia, significant change in weight or appetite, insomnia or hypersomnia, psychomotor agitation or retardation, fatigue or loss of energy, feeling of worthlessness or excessive or an appropriate guilt, diminished ability to think or concentrate, recurrent thoughts of death, suicidal ideation without a specific plan or suicidal attempt or specific plan for committing suicide. فهنا الأعراض دي بتشترك في إيه؟ Mood symptoms. Cognitive symptoms, vegetative symptoms, mood symptoms,
cognitive symptoms, vegetative symptoms. ها؟ فهم وبيعملوا impact على ايه؟ على الـ functionality. Functionality بتبقى personal و interpersonal وال performance والsocial. ها؟ ولازم يبقى اي criteria فيها ايه؟ فيها duration. Duration of illness. هنا 2 weeks at least. فهنا عندي core symptoms, duration, والsymptoms بتتقسم mood symptoms, vegetative symptoms, and cognitive symptoms. هنا الـ specifiers. الـ DSM-5 الجديد اللي text revised نزل. ها؟ اللي هو DSM-5 TR نزل بقى موجود. في شوية تعديلات في المانيك ابيسود والاوتيستيك سبيكترام وبعض الحاجات نازل فيها تعديل. اوكي؟ أول واحد اللي هو anxious distress specifier. anxious distress اللي هو إيه؟ بيبقى عندي anxiety symptoms. anxiety symptoms دي tense, worries, the concentration والattention بتاعي من الخوف وبالي المشغول قلقان. ف الـ specifier بتاع with anxiety بسموها anxious distress. الـ specifier التاني اللي هو mixed features. mixed features المقصود بيها ايه؟ hypomanic symptoms. ابتدى نومي يقل واحتياجي للنوم يقل. ابتدى مزاجي يبقى في بعض الفترات euphoric او elated. ابتدى الـ activity level بتاعتي بقت زايدة. ابتدى الـ racing thoughts بقت اكتر. النقطة دي مهمة جدا جدا. specifier ده مهم جدا 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 جدا. ليه؟ هيفرق معايا قوي. هيفرق معايا جدا. لان احنا كتير قوي من الـ specifier دي ممكن تبقى ميست. انت ممكن ترغي كتير؟ لا. لو ما سألتش على الميكسد فيتشرز. لان دي في الاخر وقدام لما هاخد الكورس اوف illness longitudinally واخده retrospectively لورا هتفرق معايا العيان ده major depressive disorder ولا bipolar 2 disorder ولا هديله الانتي ديبريسنت هعمله ايه shifting ادخله في manic episode. فI have to verify properly على mixed features ولا melancholic features. melancholic features ايه هي الميلانكوليا؟ ها في الغالب بيكون في ميل بيكون عندها سيمتوم السليب بتصحى بدري distinct quality of mood. distinct quality of mood النوع بتاع المزاج ورس جدا. والصبح اوحش من بعض الظهر. كان عندي عيانه بتصحى الساعه 4 الصبح اوحش من بعض الظهر. يقول لك على المغربيه كده ببتدي فوق. ليه؟ بتبتدي تحس ان اليوم قرب يخلص. اللود بتاع اليوم العبء بتاع اليوم تقيل قوي فبيبقى وحش قوي. على اخر فاضل ساعه ساعتين هندخل ننام. اوكي؟ وبتحسمه اكتر على التراي سايكليك. اتيبيكال فيتشرز. اتيبيكال فيتشرز ممكن بيسموها ايه؟ ليه اتيبيكال؟ فيها بياكل كتير او بينام كتير يتخن ما يخسش. هنا بيفقد ميلانكوليك بيفقد وزنه جامد جدا significant weight loss. هنا ممكن ياكل او ينام كتير. هنا في مشكله في النوم ميلانكوليك. بس الكور سيمتوم بتاعتها برضو ايه؟ reactivity of affect. ممكن تلاقي بيبقى سمايلي. الكور سيمتومز الاتيبيكال فيجيتيتيف فانكشنز دي بس الكور بتاعه الاتيبيكاليتي ما بيضحك اهو سمايلي ديبريشن. ساعات بيسموها سمايلي ديبريشن. ما بياكل وبينام وبيضحك. عشان كده اتيبيكال بياكل وبينام وبيضحك او بيضحك وبياكل وبينام. طب في ايه؟ تمام. mood congruent psychotic features ولا mood incongruent. لما الاقي اعراض ذهنيه مصاحبه للاكتئاب هنا بقى ايه؟
بقى السيفيريتي بتاعتي ايه؟ سيفير. وانس لقيت سايكوتيك فيتشرز بقى الدبريشن بتاعي ايه؟ وانس لقيت سويسايدال بقى سيفير. سايكوتيك تنطق اس وسويسايدال يبقوا سيفير. عشان كده عندي سبيسيفايرز مايلد مودريت سيفير. في كاتاتونيك، في بيريبارتم اونست لو بتبقى ست ولسه والده، في سيزونال مع دخله الشتاء ودخله الخريف وتغير بيجيله في الفصول عاده مع دخله الشتاء، عشان كده الظلام والضباب بيدوهم ايه؟ لايت ثيرابي. لايت ثيرابي anxious distress يعني معاه anxiety symptoms، عنده مخاوف، قلق، حامل الهم، دماغه مشغولة بالمخاوف بتاعته. worries بتبقى specifier للanxiety، كأنه عنده قلق مصاحب للاكتئاب. لو لسه جاي لك أول مرة وعنده الأعراض دي وما عندوش past history هتقول إن هو انا بقالي في الشهرين دول بيجيلي كام يوم كده دماغي بحس اني فوقت تمام وبرغي كتير ونومي بيظبط، انا بيبقى عندي قلق بس انا ببقى نشيط. يس يس ممكن كاتاتونيك، ممكن يبقى معاها مع سايكوتيك فيتشرز، يبقى معاها ممكن يبقى معاها سيزونال باترن. الدبريشن ممكن يجي ايبيسوديك وبيبقى ريكارنت وممكن يبقى ساب كلينيكال زي ما قلنا الاعراض ما تجيش كامله. تمام. النقطه دي مهمه قوي يا جماعه الابيسوديك، والنقطه الثانيه المهمه اللي قبليها ان بارشال ريميشن. كتير قوي ممكن من عيني سكيزوفرينيا، يا ترى ده اكتئاب ميجر ديبريشن ولا سكيزوفرينيا؟ في صعوبة في الديفرنشيشن كلينيكالي. تمام. سبيشالي لام ان انا متعود ان الاكتئاب ده ايه؟ ابيسوديك. واللي نتعلمه ايه؟ انه بيوصل لايه؟ فول ريميشن. في بعض الاحيان ما بيوصلش للفول ريميشن. في 30% من البيشنت بيبقوا ايه؟ ريزيستنت تو تريتمنت. بيسموها تي ار دي. treatment of resistant depression. ها؟ TRD. بيبقوا resistant فبيتبقى عندهم اعراض. الاعراض دي ممكن تبقى mood symptoms، ممكن تبقى cognitive symptoms، ممكن تبقى psychotic features. ممكن. ها؟ وهبقى هنا في دايلاما. العيان ده psychotic ولا العيان ده mood disorder، major depressive disorder. فببتدي اخد الكورس لونج تيدلين. الدايلما دي بتفرق لما باخد الكورس اوف إلنس كروس سكشنال على الحته دي بس. امسكه بقى من اوله والباست هيستوري والفاميلي هيستوري والابيسودز وباست ابيسودز وباست تريتمنت والسيفيريتي وايه اللي ابتدى الاول وايه اللي ابتدى اخر وايه اللي اتحسن وايه اللي ما اتحسنش، ولما اتخدت الدواء ده ايه اللي اتحسن وايه اللي اخدت الدواء حصل له سايد افكت. بفضل افصص لونج تيدلين. فالبروبر لونج تيدنال هيستوري بيخليك تو اسك ذا كويشن وذر ات از سكيزوفرينيا ولا ميجر ديبرسيف ديس اوردر، لما يبقى فيه ريزيديوال سيمبتومز ولما ما الاقيش ماشيه بالابيسوديك، في كرونيستي، عندي كرونيك مثلا زي ما الديثايميا او البريزيستنت ديبرسيف. تمام. ونيجاتيف سيمبتومز هنا موجوده على شويه ريزيديوال سايكوتيك فيتشرز، يا ترى ده ايه؟ الايه؟ برودروما في سكيزوفرينيا ممكن تتحس؟ البرودروما في سكيزوفرينيا حسب ممكن تتحسن بالسايكوثيرابي والانتنسيف فول اب، ممكن تتحسن بالانتي سايكوتكس، ممكن تتحسن لوحديها، ممكن تتحسن بسوشيال سبورت، ممكن تتحسن بانتي ديبريسنت، ديبندنج على هاو ذا بيشنت از مانيفستنج و how you are understanding the prodrome بتاعت بتاعت سكيزوفرينيا. الايه؟ ملهاش تايم. ملهاش accurate تايم. ممكن اه.
بارشال ريميشن هتبقى كرونيستي. ها بارشال ريميشن هتبقى كرونيستي. الاكتئاب هو مرض، مش مرض نفسي بس، ده بيصيب الجسم، عندي سوماتيك كومبلينتس، وبيصيب البرين، عندي تغيرات موجوده مورفولوجيكال برين اند بادي، في عندي اعراض بقى الاكتئاب والفانكشنال امبيرمنت، يبقى مايند وبرين اند بادي، يبقى بادي برين اند مايند. عشان كده الاكتئاب مرض وليس عرض، الاكتئاب مرض بيصيب البني ادم، لان هو ممكن يبقى مانيفيستنج في سوماتيك كومبلينتس ويفضل يلف على الاطباء العضويين لسنوات. وفي حاجه زي في السايكوزس كده ديوريشن اوف انتريتد سايكوزس، في ديوريشن اوف انتريتد ديبرشن. ها كل ما المده بتاعه اللجوء للابروبريت انترفينشن تطول، كل ما الريسبونس يبقى ايه اوحش، والبروجنوزيس يبقى اوحش، والسيفيريتي تبقى ازيد، والديس فانكشن تبقى اكتر. ها عشان كده لازم الناس في الاديوكيشن بتاعهم والاذر سبيشاليتيز يبقى حاطط في الديفرنشال دايجنوزس ان الاعراض دي ممكن تبقى بسبب نفسي. كتير قوي بس هو مش مشخص، هو شايف عنده شويه قلق واكتئاب وعنده مشاكل كده، فيديله سب ثيرابيوتيك دوز يزود الكرونيستي، وهتفضل الاعراض اسوأ. مفيش حد هيدي الابروبريت دوز غير سبيشالست. اوكي عشان السب ثيرابيوتيك، وعشان ما تشخص العيان ده ممكن يبقى باي بولر ديبرشن مانيفيستنج سوماتيك كومبلينت، العيان ده ممكن يبقى سيفير ديبرشن وفي سايكوتيك فيتشرز محتاج كومبينيشن اوف ميديكيشن، العيان ده ممكن يبقى ميلانكوليك فيتشرز ومحتاج اس ان ار اي ومديله هو اس ار اي وبياخد انتي ديبرسنت. اوكي ف ابروبريت دايجنوزس هيخليني امشي في الجايد لاينز والميديكيشنز اللي هي ريكوايرد وريكومند العيان ده صح، واديله الابروبريت دوز. تمام انت في احد الاسباب الريزيستنس بتاع العيان ده ايه؟ الدراجز. في كذا دي لما هنيجي نتكلم المره الجايه، دي احد الديهات الدراج. الدراج بتاعتك ايه؟ دراج اوف ابروفد افيكاسي اوف جود دوز فور جود ديوريشن. تمام دواء مشهود له بالكفاءه لمده كافيه بجرعه كافيه، هو ما بيديهوش الجرعه الكافيه وما بيديلوش الدواء الابروبريت. هم حافظ السيرترالين الاسترال وباروكسيتين ممكن وايسيتالوبرام، هم دول اكتر ادويه ما بتتوصف، وقرص قرص 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 قرص. النان كومبلاينس خلاص، لا انا قريت الروشته انا مش، يبتدي يروح موقفه. انا حماتي حصل معاها كده، حماتي دكتوره استاذه، فالدكتور كان عندها نيوروباثيك بين، دايبيتس ونيوروباثيك بين، فكتب لها دلوكسيتين. تمام خدته وابتدت تتحسن، وكتب لها جابابنتين وتحسنت جدا. ها دماغها ضربت اما اشوف ايه ده الادويه اللي كاتبها لي، مديني ادويه اكتئاب، انا ما عنديش اكتئاب. يا طنط يا طنط، وقفت راحت موقفه، رجع لها البتاع، انا عايز اروح لدكتور تاني. اوكي اتس فيري كومن، فيري كومن، يطلع النشره يقرا دواء اكتئاب دواء قلق، ايه ده في ايه ده الدكتور ما بيفهمش. البريفالنس اوف ميجر ديبريسيف ديس اوردر 10% 1 year prevalence 21% lifetime prevalence، higher rates في الستات اكتر من الرجاله، في الصغيرين دلوقتي بقى اكتر. ليه؟ الضغوط وغير الضغوط، مخدرات، ضغوط والمخدرات. ابتدى الايدج اوف اونست بنشوفه في عاده الادوليسنس كتير جدا في عيال صغيره. people with lower income، طبعا الانكم ده من اسمها ايه الكروب، الفاينانشال ستريسورز، فاينانشال بيردن. المين ايدج اوف اونست عن 29 سنه، المين ايدج لما، عشان كده الاونست بتاعي فين، مين بتاعي فين، 29 سنة. لو لقيت حد ابتدى بدري افكر في ايه؟ بايبولر ديبرشن. لو لقيت حد في التينز، لو لقيت واحدة في ميل، لو لقيت في سبستانس، ها
تمام. هبتدي افكر في ايه كلينيكالي. دول اكتر حاجات سن صغير واحده ست تمام في سبستنس. بيرسوناليتي ممكن تبقى موجوده هنا وهنا. وفي اذر كرايتيريا بتخليني اسسبكت لو ده العيان ده فيرست ايبيسود جاي بديبرسيف سيمتومز اقول ان ده باي بولر ديبرشن. نقولهم بالمره. بينج ا فيميل يونج ايج اوف اونست لقيت اوبسيشن. الاوبسيشن الكونتنت بتاعتها سويسايدال او سيكشوال تمام. سويسايدال او سيكشوال لقيت سويسايدال ايديشن لقيت سبستنس يوز لقيت سايكوتيك فيتشرز تمام. الحاجات دي في يونج ايج او ايرلي ايج اوف اونست قبل الايج ده اسسبكت ايه باي بولر ديبرشن. ولقيت فيها كوموربيد ميكسد فيتشرز ماشي. لقيت فيها معاها ميكسد فيتشرز. ايه ده؟ لا هتفرق في اللاينز اوف تريتمنت. هكتب مش حد نيفر جيف انتي ديبرس حد مود ستابلايزرز وذر انتي ابليبتيك او من الحاجات الجديده بتاعت السكند جينيشن او ثيرد جينيشن انتي سايكوتكس. الحاجه اللي هي كانت تانية اللي هي بيرسيستنت ديبرسيف ديس اوردر. بيرسيستنت ديبرسيف ديس اوردر اللي هو ايه في النوزولوجي الدي اس ام 4 ديسايميك ديس اوردر بيسموها هنا حاطين بتوين براكتس ايه ديسايميا. في الدي اس ام 5 مكتوب بتوين براكتس ديسايميا. كان زمان لوحديها اسمها ايه ديسايميك ديس اوردر فيري كومن. الستات والرجاله اللي ماشيين في الشارع تلاقي الشعب معظمه قافل منزل ستاير تقول له نكته ما بيضحكش. انت مفرفش ليه يا عم؟ انت في ايه؟ اصلها ماشيه اصلها مش عارف اصل تيجي تتكلمه كله رايح تمام. فتلاقي كله فيري كومن فيري كومن. ما هياش قليله يا جماعه بس الناس ما بتروحش تريتمنت. مستحملين سب ثريشولد الديوريشن اكتر من سنتين. سب ثريشولد والديوريشن اكتر من سنتين. والفانكشناليتي بتاعت الناس دي تدخل مصلحه حكوميه تبص في الشارع بص في وشوش الناس في الشارع هتلاقيها نازله. ها تدخل في مصلحه حكوميه تكلمه كانك بتحك له على مناخيره كلمه وتكون صباح الخير. انت بتقول صباح الخير ها. الايزيلي بروفوكيشن الايزي بروفوكيشن واكزاجريتد ستارتل يتحمق بسرعه معاك كده وايه في تمام. ده كلها بتبقى سيمتومز. بور ابيتايت انسومنيا لو انرجي اور فاتيج ما بيشتغلش قد كده. يلا بكره بقى بكره تلاقي اشتغل له ساعه في اليوم والبرودكتيفيتي والفانكشناليتي بتاعته قليله. بور كونسنتريشن feeling of helplessness. ازاي هتفرق ايه اخ المرتب بيروح في اول كام يوم وخلاص بقى قاعدين هنا فتلاقي ادعي لهم يعني حضرتك قلت ان السيمتوم بتاع الدبريشن كفيله ان ابدا ادي انتي ان العيان ده هتبتدي باي بول هتبتدي ميجر ديبرشن. اوكي انت ما عنديش فرانك مانيك ابيسود بس عندك كلينيكال فايندنجز مش لازم استنى ان يبقى مانيك وملعلع عشان اديله مود ستابلايز عشان انا ممكن اقلبه. اوكي تمام. فالكلينيشن الشاطر يلقط الحاجه مش لازم يبقى ماشي كده زي الروبوت. انت زي الروبوت طلعتي بس مخك هيشتغل هتوصفي. الميجور اليوني بولر ديبرشن لا. لو هو يوني بولر ديبرشن ميجور ديبرسيف ديس اوردر ابيسودك وبيخف وبيروح ومفيش ميكسد فيتشرز ومفيش اذر باي بولر سيمتومز ومفيش سبستنس يوز هيفضل ميجور ديبرشن. بس في الجايد لاينز لما يبقى ريكارنت او ريزيستنت يا ريكارنت يا ريزيستنت بتدي ايه؟ بتوفركم الايه؟ ريزيستنس او ريكارنس بتدي ايه؟ بتدي مود ستابلايزر. في الاخر في القدام لو هو جاله 3 4 ايبيسودز اوف ميجر ديبرشن بتدي له ايه؟ ممكن تدي له ليثيوم. ليثيوم از ان انتي ديبرسنت اند مود ستابلايزر. ممكن تدي له لاموتروجين تمام؟ إذا أنتي ديبريسنت مود ستابلايزر ممكن تديله كوتايابين
تمام. والحاجات دي بتستخدم فين؟ بالبايبولر ديبريشن. هو مش هيبقى عنده كلينيكال سيمتومز اوف بايبولاريتي، ولكن المانجمنت بتاعه هيبقى بيشترك مع البايبولاريتي. هتفرق ايه؟ هتفرق في البروجنوزس، يفرق في ايه؟ في الاوت كام بتاع العيان. عشان كده persistent depression عندي specifiers، عندي specifiers for persistent depression. في عندي major depression superimposed على persistent depression ولا لا؟ عندي persistent depression وfull remission ولا partial remission؟ عندي depressive symptoms بتبقى exaggerated. عندي specifiers في dysthymic disorder كمان، او في dysthymia. ليه مهم ان انا اشخص؟ عشان حاجه common. ليه مهم ان انا اشخص؟ علشان ده منتشر في الجنرال ميديكال براكتس. ليه مهم ان انا اشخص؟ عشان الديسابيليتي اللي بتحصل العيان ممكن لو ما تشخصش ديبريشن يحصل ينتحر، يبقى المورتاليتي والموربيديتي بتاعته بتزيد. مورتاليتي هينتحر، مورتاليتي ان هو يجي له امراض اخرى عضويه. الناس المكتئب ممكن يبقوا فانربل للكانسر بيشنت، ها؟ فالمورتاليتي هتزيد، والموربيديتي الامراض الاخرى هتزيد، ها؟ واللف والدوران على التانجبل كوست بتاع العيان عالي، عمال يلف على دكاتره، عمال يعمل انفستيجيشنز، عمال يتغيب من الشغل، عمال يتاخر في الجامعه بتاعته. فكل دي ريكارنت، ده مهم. عشان كده هايلي كوموربيد ويز ميديكال بروبلمز زي ما قلنا. سوسايد عالي قوي في الايه؟ في الميجر ديبرشن اب تو 30%. سكند ليدنج كوز اوف ديث في الايدج ده، والفورث ليدنج كوز في الايدج ده. 2/3 اوف ذوز هو داي باي سوسايد هاد ديبرشن ات تايم اوف ذا اكت. تلتين الحالات اللي بينتحروا كان عندهم اكتئاب، واللي بيناموا صباح الفل كوباية شاي. ايه العوامل اللي بتؤدي للانتحار؟ لقوا عندهم مشاكل في العلاقات، relationship problems، مصايب، crisis، physical health، مشاكل عضوية، criminal أو legal problems. كتير قوي اللي بيتقبض عليه يروح داخل على البتاع، يا اما دي امبالسيف او جوه الزنزانة ينتحر. او كلها stressors. هي دي اكتر الحاجات اللي بتؤدي للبروبلماتيك سبستانس يوز. كتير قوي من السبستانس يوز اللي بيدخلوا في اوفر دوز بيبقى انتشنال سوسايد. اما يتعافى تيجي تساله انت اخدت لي، تقعد معاه يقول لك لا هي زادت مني، تقعد معاه مره واثنين يقول لك انا كنت قاصد ان انا اريح بقى واريحهم مني وانتحر. فاينانشال جوب بروبلمز، لوس اوف هاوسنج. الابيديميولوجي بتاعهم زي ما احنا هنشوف دلوقتي، الميجور ديبريشن، بريزيستنت بري منسترال مود سيمتومز ان ذا ويك بيفور المنسس، ديسربتيف مود ديسريجليشن. دي بتبقى مور كومن فين؟ في الادوليسنت بنشوفها اكتر، ها؟ بتبقى شبه ايه؟ بتبقى شبه البايبولر، يدخلوا في انجر اوت بيرست ويزعقوا ويتخانقوا وتلاقي مودهم اريتابل. سيفير ريكارنت تمبر اوت بيرست اند بريزيستنت نيجاتيف مود for at least one year beginning before the age of 10. تبتدي بدري، تمام؟ تبقى شبه فيها من الكوندكت، يغضبوا وبتتحط على السبيكترم ممكن بتاع الكوندكت، وبتحط على السبيكترم اوف بايبولر، early onset bipolar او childhood onset bipolar. bipolar 1 bipolar 2 cyclothymia، كل دول بيشتركوا فين؟ في الدبريشن، depressive symptoms. premenstrual ان هي بتبتدي الاسبوع اللي قبل الدوره. ليه؟ يس الهرمون اللي بتعمل سلطان ووتر ريتينشن، مخها بيبقى مورم، ماشي؟ تبقى مورمه مش مستحمله اريتابل، وتبقى ديبرست وبتعيط وتفكر في الانتحار وكل حاجه سودة. وانس منستريتنج اول يوم تهدى، تاني يوم تبقى زي الفل، ترجع تضحك وتظبط الدنيا. وفي منهم بينيسيسيت ميديكيشنز، affective lability، irritability، anxiety،
loss of interest او diminished interest, difficulty concentrating, الانرجي بتبخشي, سايبه نفسها, سايبه البيت في الاسبوع اللي قبل الدور. disruptive mood dysregulation, الكور سيمبتومز بتاعتها اول واحده تبتدي عند سن قبل سن 10 سنين. recurrent temper outbursts. depression is common زي ما قلنا. الايتيولوجي بقى بتاع الميجر ديبريشن, الايتيولوجي ده حاجه لطيفه كده وهتعدي بسرعه بقى. انا فاضل لي ربع ساعه وهخلص. حاجات نيوروبيولوجيكال فاكتورز وسايكوسوشيال فاكتورز. اي مرض الموديل بتاعنا ايه اللي شغالين فيه في السايكايتري؟ بايو سايكوسوشيال, وساعات بيحطوا واحده ايه كالتشر, بايو سايكوسوشي وكالتشرال, بايو سايكوسوشي وكالتشر. بس هو الموديل بتاعنا بايولوجيكال سايكولوجيكال اند سوشيال. ها بايولوجيكال اسباب عضويه, اسباب نفسيه, اسباب اجتماعيه, وساعات بيحطوا اسباب بيئيه او ثقافيه. الهيريتابيليتي 37% فيها جينيتكس, عشان كده اما بسال لازم اسال على الفاميلي هيستوري, والفاميلي هيستوري كان ايه, تفاصيله مهمه. البايبولر بيعلى الفاميلي هيستوري 93%, عشان كده البايبولر بيقول لك ان هو ايه, اتس بايولوجيكال ديس اوردر, اتس بايولوجيكال ديس اوردر ومعاه سايكوسوشيال فاكتورز, بس بريدومينانتلي اتس بايولوجيكال ديس اوردر. لقوا ان في حاجه اسمها بتاع دوبامين فانكشن دي ار دي 4 2 جين مسؤول عن ميجر ديبرشن. هنا دي مقارنه بالنيوروبيولوجيكال هايبوثيسز بتاعه الديبرشن والبايبولر. الجينيتك كونتريبيوشن هنا مودريت, هنا هاي زي ما شفنا. السيروتونين اند دوبامين هنا بريزنت ليه دور في الديسفانكشن, وهنا الكورتيزول ديسريجليشن هنا وهنا. changes and activation of emotionally relevant regions in the brain, الاميجدلا تبقى هنا وهنا, والليمبيك سيستم, activation of striatum in response to reward هنا قليل وهنا هاي. بيدور على الحاجات اللي فيها متعه, الventral striatum تمام بتاعت الموتيفيشن والبليجر بتبقى هاي فين؟ في البايبولاريتي, ولو هنا ما بستمتعش ببقى انهيدونيك. وفي الادوليسنت بتبقى برضو عاليه, عشان كده الادوليسنت بيدور على ايه؟ المتعه والريسك تيكينج. ها ففي سيركتس كده بتبقى موجوده, دورسولاترا بري فاتال كورتكس والايموشنال سيركتس, اميجدلا سيركتس والفنترال استرياتم, دول اكتر ثلاثه سيركتس بيشتغلوا. ها الدورسولاترا بري فاتال كورتكس دي الايه؟ دي البريك, فرامل فرامل بتاعتنا. لا كده غلط, كده حرام, كده ما ينفعش, امسك نفسك, بيتفكر, خليني افكر, اخطط, اقرر. الاميجدلا والليمبيك سيستم بيبقوا ايه؟ ايموشنال, خانق معاه, روح. فنترال استرياتم بيبقى ايه؟ موتيفيشن وبليجر, برضو بتخليني. فدول بيسموهم الايه؟ اكسلريتورز. دول الاكسلريتورز وده البريك. ها لما بنبقى بنبقى ادلت بيبقى البرين بتاعنا مور ماتيور. الماتيوريتي بتاعت البرين بتيجي من الـ من الـ من الاوكسيبيتال لفرونتال, بتمشي من ورا لقدام. الفرامل موجوده فين؟ قدام في الدورسولاترا بري فرونتال. فعشان كده وانا اصغر عندي بنزين ما عنديش فرامل, فكل حاجه بعملها بخطوره, كل ما حاجه بعملها ببلاجر, بدور على الحاجات اللي هي ماشيه مع البرين بتاعي. النيورو ترانسميترز اللي مسؤولة اللي هم اكيد عارفينهم, نور ابينفرين دوبامين اند سيروتونين, وهنشوف ليه كل واحد. النور ابينفرين لقوا ان الريسبونس داون ريجليشن اوف بيتا ادرينرجيك ريسبتورز والريسبونس للجات من التراي سايكليك انتي ديبريسنت اللي كانت بتشتغل على دول بيحسنوا الدبريشن, فقال لك النور ادرينرجيك سيستم هنا انفولفد. Evidence has been found in implication of beta 2 adrenergic presynaptic receptor in depression. Activation of these receptors result in decrease of the amount of norepinephrine. لما يعمل لها activation بيقل, فبيبقى العيان ماله؟ بيبقى vulnerable to depression.
Presynaptic beta 2 adrenergic receptors are also located in the serotonergic reunion and regulate the amount of serotonin release. عشان كده ليها دور في السيروتونين. The existence of almost purely noradrenergic clinically effective antidepressants such as disopramine بيسبورت ده في antidepressant بيشتغل purely noradrenergic. السيروتونين جت منين؟ برضو الـ SSRIs. والعينين اللي بينتحروا او عندهم high depression severe depression لما خدوا CSF level لقوا عندهم في cerebrospinal fluid low serotonin. والبليتلتس عشان السيروتونين بيمسك فين؟ platelet binding site. لقوا البليتلتس binding sites على السيروتونين binding sites على البليتلتس ماله؟ واطي. ولقوا abnormality فين؟ في الـ ACTH وجروث هرمون برولاكتين، وده بيشتغل بايه؟ serotonergic agent. لما ادي سيروتونيرجيك ايجنت زي فينفلورامين دي بايه بتحسن الايه ريسبونس فين في العينين ديبرشن. الدوبامين داتا سجست ان دوبامين اكتيفيتي مي بي ريدوس ان ديبرشن انكريست ان مانيا. ايفيدنس جت منين؟ دراجز ذات انفولفد او ريدوس دوبامين كونسنتريشن زي ريزيبين انتي هايبرتنسيف بتعمل ايه depression. والادويه اللي بتعمل بتحسن تقلل الدوبامين باركنسون، في الامراض بتقلل الدوبامين في الباركنسون بتديوس depression. والادويه اللي بتشتغل على الدوبامين زي الويلبترين او بوت بروبيون اللي كان موجود وهينزل تاني مالها؟ بتحسن depression. عشان كده الميزوليمبك والدوبامين دي 1 ريسبتورز بتبقى هايبو اكتيف، والميزوليمبك سيستم بيبقى فيه dysfunction عشان كده ممكن تعمل negative symptoms. والميزوليمبك سيستم ده بيبقى involved فين برضو؟ schizophrenia. هنا بتبقى presenting بnegative symptoms تبقى فيها dysfunction. other neurochemical factors ممكن تبقى موجودة، الجابا neuroactive peptide vasopressin، تمام؟ كل الحاجات دي ممكن تبقى موجودة. هنا دي الرسمة بتوريني serotonergic pathway ودopaminergic pathway، ها؟ اللي هنا الستريتم دوبامين وبيبعت للهايبو هيبوكامبس وفرونتال لوب، هنا سيروتونيرجيك دورسال راف نيوكليس ونيوكليس اكامبنس. دراج اكتنج بيشتغل على السينابتك اكتيفيتي، هنا بوست سينابتك الفيسيكلز بتريليس نور ابينفرين يمسك بوست سينابتك ريسبتورز تحسن تبتدي تحسن. هنا البرين ستراكشر تمام، برين ايميدجنج ما عنديش حاجه ستراكشر، حاجه كلها بتبقى ايه فانكشن ابنورماليتي. فانكشن ابنورماليتي الاقي الاميجدلا في الدبريشن اليفيتد وسب جينوال انتيريو سنجليت اليفيتد ودورسولاترا بري فرونتال كورتكس ديمينيشد والهيبوكامبس ديمينيشد والستريتم ديمينيشد. هنا في المينيا بيبقى اليفيتد في الستريتم عشان البليجر، والاميجدلا الاثنين ايموشنال ها سبجينوال هنا اليفيتد وهنا اليفيتد برضو عشان هي ايموشنال. لما نشوف الرسمه بتاعتها ماشي، عندي برضو ديسريجليشن اوف نيورو اندوكراينال سيستم، وهيبقوا الادرينال اكسس والرول اوف كورتيزون وكرونيك ستريسورز بتعمل كرونيك اليفيشن اوف كورتيزول، فبيبقى more vulnerable in anxiety and depression. Neurons in the periventricular nucleus release corticotropin releasing factor hormone ويشتغل على ACTH ACTH release of cortisol from adrenals. وchronic use الفاست feedback بيشتغل مع chronicity بيوقف يبقى يفضل elevated. Sensitive to steady state cortisol concentration is thought to operate through pituitary and adrenal receptors. Thyroid axis من مهم الحاجات جدا يا جماعة، عيانة ما يجيلك major depression تطلب تحاليل thyroid. عيان major depression أو mood disorder اطلب thyroid. ما عندوش palpation، ما عندوش symptoms فاطلب thyroid. كتير قوي بتلاقيهم على low normal. كتير قوي بتلاقيهم على low normal.
About one third of patients with major depression who have other normal thyroid axis have been reported to have blunted release of thyrotropin, releasing 2-TSH infusion. Thyroid disorder are often associated with affective disorder, abnormal thyroid axis regulation. لو ما تحسنتش مع الانتي ديبريسنت الفانكشناليتي ممكن ولقيت العيان ريزيستنت للانتي ديبريسنت ممكن تدي التروكس ممكن العيان بتاعك ريزيستنت انت one of the guidelines بتاعت overcoming resistance ان انت ممكن تدي التروكسين بسمول دوز وتمونيتور الليفل 25 مللي على الريق الصبحيه تديها وممكن 50 مللي الجروث هرمون a statistical difference have been found between depressed patient and normal in regulation of growth hormone بيبقى عندهم قليل في فرق ما بين اثنين depressed patient have a blunted sleep induced stimulation of growth hormone يعني فين الجروث هرمون بيطلع فين اثناء النوم اثناء النوم العينين الديبرست بلانتد ما بيطلعش الليفل بتاع جروث هرمون بتاعهم والادوليسنت والاطفال اكتر بيبان بقى وتلاقي الديبرست لما عملوا ريسيرش بيبقى ايه اصغر اقصر الاذرز اذر هرمون ليها افكشن على المود الميلاتونين ديكريست نوكتورنال سيكريشن برولاكتين بيز ليفل اوف اف اس اتش اند ال اتش are decreased والتستوستيرون بيقل في الرجاله عشان كده احد الحاجات ممكن لو عيان ميجو ديبرشن تقيس له التستوستيرون ليفل لان يقول لك عن الليبيدو بتاعتي والاريكشن بتاعي ما بقاش قد كده لقوا سليب ابنورماليتيز بتبقى موجوده delayed sleep onset shortened rapid eye movement increased length of the first REM period بتطول abnormal delta sleep في حاجه اسمها العيان عنده sexual problem لو ما تحسنش think about ما بتدي له دواء والدواء ده ما بيأثرش على الليبيدو ما بيأثرش على الإريكشن ها وعنده مشكلة still persistent أبص biological ممكن يقلل طبعا الديزاير ويقلل الاريكشن في ظاهره اسمها كيندلينج سمعتوا عنها انا عارفين نقر الخشب نقر الخشب بيجي على الشجره يفضل يعمل كده فالحفره اللي في الشجره طول الوقت بيحصل فيها ايه بتعمق وفجأة مع آخر خبطة بيحصل إيه؟ تروح وقع مع إنها نفس الخبطة الأولانية بس الخبطة الأخيرة وقعت الشجرة repeated sub-threshold stimulation of neurons eventually generates an action potential الأكشن potential ده النيرونز عمالة stressor 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 هوب اكتئب ها مستحمل وفجاه نفس الاستريسور او اخف عشان كده العيان بيجي فين يقول لك مع انه المره دي ما تعرضش لضغوط بس تعب والحده بتاعه المرض بتاعته اشد الظاهره دي ليها دور فين برضو في الابيليبسي عشان كده العيانين المود ديس اوردرز والديبريشن او البايبولا بيتعالجوا بايه Anti-epileptics, kindling. It's a process of kindling. Repeated sub-threshold stimulation of neurons finally lead to action potential. Action potential يعني neurons بتفاير. يعني the process of illness, the biological process of illness هتبتدي تشتغل ويمرض. Circadian rhythm بتاع العينين ده بيبقى ملخبط abnormal sleep architecture عشان كده ما بيتحسنوا بتدي يتحسن.
sleep deprivation causes transient clinical improvement. كان زمان بيعمل له ايه؟ يمنعه عن النوم ليلة والتانية والتالتة، يتلخبط يتزبط يتحسن. نيورو اميون ريجيليشن، كتير قوي من العيانين، ودي اثبتت حاليا وبقت احد الثيريز اللي بيتعمقوا فيها في الوقت الحالي بعد الكوفيد، ها، نتيجه السيتوكاين ستورم والريكارنت الكونسيكونس بتاع الدبريشن الفولوينج، ها، والانهيدونيا. كتير قوي من اللي مروا بالسيتوكاين ستورم وكوفيد نتيجه السيتوكاين ستورم بقى عندهم انهيدونيا، مش نتيجه بس انه كان هيموتوا وحالته النفسيه، لا، نتيجه بيولوجيكال فاكتورز. عندي سوشيال فاكتورز، لايف ايفنتس، ضغوط وكروب، انتربيرسونال ديفيكولتيز، صعوبه في العلاقات، اكسسيف ري اشورانس سيكينج، طول الوقت بدور طباع فيا، بدور على حد يطمني وما الاقيش حد يطمني، بقلق وبخاف وبتعرض. في طبعا في اعراض ليها علاقه بالسيروتونين، في اعراض ليها علاقه بالدوبامين، في اعراض ليها علاقه بالنور امبينفرين، ها، وبالتالي العلاج بتاعك بيسلكت ويتش انتي ديبريسنت اللي هتشتغله. الحاجات اللي فيها كوجنيتيف، ها، نور امبينفرين، الحاجات اللي فيها موتيفيشن وبلجر دوبامين، الحاجات الثانيه اللي فيها مود سيمتومز سيروتونين، وفي اوفرلاب. في حاجات عندي سايكولوجيكال، السوشيال سبورت، النيوروتيسيزم، كوجنيتيف ثيوريز، نيوروتيسيزم ان حد قلق طول الوقت بيفسر الحاجه بقلق ومخاوف وبنيجاتيف، ها، لحسن يحصل كارثة، اصل تلاقيه متشعوط على كبريت كده، ها، ده اكثر عرضه ان هو ايه، يبقى ديبرست. Tendency to react with higher level of negative affect. Predict onset of depression. عندي واحد مشهور طبعا عارفينه كلنا اللي هو بيك. في بيك ثيوري. بيك ثيوري بيبقى فيها ايه؟ ثلاثة تراياد. Negative view of self, negative view of future, negative view of others. وعندي مع البيك ثيوري ده البيك تراياد. مع البيك ثيوري عندي negative schema. طريقة استقبالي للامور والاتريبيوشن بتاعي، تبريري وتفسيري للامور دايما ايه؟ يا اما انا السبب، انا اللي عملت، يا اما الظروف وليه ربنا حط فيا وهو ده ليه، تلاقيه دي هيز سكيما اوف ثينكينج، طريقه هيز تفكير. عندي حاجه اسمها هوبلسنس ثيوري، وده من اهم الحاجات بريدكتور اوف ايه؟ سوسايد. هيلبلسنس اند هوبلسنس. Helplessness and hopelessness. One of the most important predictors of suicide. العيان لو قال لك ما عنديش ميول انتحارية ولا بفكر في حاجة ولقيت عنده hopelessness و helplessness، ده suicidal. ها؟ Rumination theory. ما فيش أمل. ما فيش حد، ما فيش نفع، ما فيش help، ما فيش حاجة فايدة. Rumination. اللي انا اقعد افكر في الحاجه ريبيتيتيفلي، اللي هو بيبقى فيها اوبسيسيف تريتس، الموضوع اتهنت النهارده وزعق لي النهارده، اتهنت النهارده وزعق لي النهارده، كرامتي نزلت في الارض، كرامتي قدامه، هم هيشوفوني ازاي، هروح ازاي، الموضوع يفضل ريمينيشن. دي يبقى بيك ثيوري، دي كوجنيتيف ثيوريز، بيك ثيوري، هوبلسنس ثيوري، ريمينيشن ثيوري. البيك ديبرشن، نيجاتيف سكيما، نيجاتيف بايسز، نيجاتيف تراياد، يطلع لي ديبرشن. Hopelessness theory, negative life events, stable global attribution. الاتريبيوشن اللي هو ايه؟ بفسر الحاجه، انا عندي attributional style. Attributional style، انتوا اللي عملتوا كده، او انا اللي عملت كده، او هو ربنا اللي عايز كده، او نقصي how I'm attributing ده لاكسترنال internal locus of control ولا external locus of control. هيعمل لي يزود الhopelessness other cognitive factors. كانت من الاول ثقتي قليله، تروح مدخله لي في ديبرشن. هنا لما نشوف في حاجه في الديبرشن، في جين اسمه سيروتونين ترانسبورتر جين، ده في منه كذا
فينوتيبك اكسبريشن او جينوتيبك اكسبريشن. ها في حاجه اتنين شورت الليلز وشورت ولونج الليلز ولونج لونج الليلز. لما يبقى عندي انا اللي الشورت الليلز ببقى مور ده اللونج الليلز. اتنين لونج الليلز ببقى less vulnerable للايه للديبريشن. لما يبقى اتنين شورت بيبقى اكتر عرضه للاكتئاب. ثانك يو. حد فاهم حاجه؟ حد وصل له حاجه؟ احنا عايزين محاضره ثانيه دلوقتي. شكرا. يس شوش المحاضره هحطوها داونلود اللي هيبقى عايزها هسيبها عندك. شكرا يا دكتور. ثانيه واحده بنزل لك المحاضره. حاضر على الديسكتوب اللي عايزها اسمها ديبريشن بارت 1. مفيش اسئله في تصوير احنا بتوع سيلفي وحاجات كده. يلا سؤال واحد. في ناس بتشخص الاوريجن سينيك بالباي بولر او ديبريشن لاول مره. الناس دي لازم اعمل كيم ايمجينج ولا مش لازم؟ اي اكستريمز اوف ايج مانيفستنج بمور سيمبتومز يو هاف تو اكسكلود اوريجن. تمام. انا عيان شفته في السن ده طلع مالينس كانسر ستومك مانيفستنج ديبريشن جاي ديبريسيف يعني طلع كانسر ستومك. منين بقى؟ بياكل بيرجع وبطنه بتوجعه. بياكل بيرجع وبطنه بتوجعه وبيخس. ايه اللي جابه ينعالج نفسيته؟ نفسيته ده يعني ده ليش الدبريسيف ديسورد؟ يعني انا حاسه ان ده كانسر هيد اوف بانكرياس كانسر ستومك فيري كومن وماي بريزنت الفيرست بريزنتيشن معاك في اكتف بانكرياس. طيب دكتور الدرجز اللي قلنا ان هي بتنديوز ديبريشن ازاي اعرف اذا كان الدرج ده فعلا هو ماشي مثلا كورتيزون بيعمل ديبريشن بس في ناس مش هيعمل لهم ديبريشن خلاص ما عملوش حلال عليه؟ لا يعني اقصد انه انا جاي لي بيشنت مثلا بياخد كورتيزون وعنده ديبريشن اعرف ازاي اذا كان ده كورتيزون ولا لا؟ بتلاقي تمبورال ريليشن ما بين اليوز اوف ميديكيشن اند اونست اوف سيمبتومز. تمام. لكن لو عندي عيان من زمان اصلا ديبريسد وداخل عليه كورتيزون هوقفوش. ما توقفيهوش الا اذا عمل ريلابس. في كورتيزول دراجز تشويس اي انتي ديبرسن ينفع مفيش حاجه معينه الا لو هو باي بولر ديبرشن هتاخد مود ستابلايزر بس الانتي ديبرسن ممكن اي حاجه تنفع الاس ار ايز ممكن اس ان ار ايز ممكن ناسا ممكن. اكتر حاجه كانت محطوطه احنا لسه بريتنج هنقول المره الجايه بس كده ولا حاجه من اكتر الحاجات اللي كانت كلوكسيتين كانت موصوفه وفي حبوب في امريكا مش موجوده مش نازله باسم كلوكسيتين مش نازله باسم كلوزان عشان الناس ما بتاخدهاش وتبقى ستيجماتايز انها بتاخد انتي كلوكسيتين. قبل يعني؟ يس وبتجيب رابيد ريسبونس يعني غير مع الميجر ديبرشن في منسول ديسبوريك بتجيب رابيد ريسبونس للاس اس ار ايز. في لقوها كده بالريسيرش ساعات بيدوا لاكستيف في التريتمنت ها يقلل الايديما السريبرال ايديما تتحسن السن ساعات بيدوا هرمونال ها دايريتكس سوري مش لاكستيف دايريتكس ام سوري انا بحاول لازم ديسفانكشن الاعراض هي بس لو ما فيش ديسفانكشن هي تستنى ديسفانكشن بتبقى واحده سيفيرتي لو هي بتاكزاجريت ولو بتقدر ديسفانكشن بتبقى ديسفانكشن يس يس
بتتغير عن الشغل، ما بتقعدش مع جوزها واولادها، مش مستحملاه، نايمه في السرير طول الوقت، بتتألم وتتوجع، مش طايقه حد، بتاكلش، ما بتنامش. مراتي مدير عام. ست الزفت. ومع الاتش مع البريجنسي مع كله ممكن. كله ممكن بس اكسكلود ان هي مش باي بولر. ميلانكوليك فيكشن اس ان ار اي. ما انت ساعتها ممكن ما تبقاش في لاكتيشن. اكتر حاجه سيرترالين عشان لو هتتضع ده اكتر واحد 90% بلازما بروتين بايند. فكل ما يبقى فيه هاي بلازما بروتين بايندنج الاكسكيشن في الهيبس دي ايه؟ بس ساعات ممكن تبقى محتاجه اي سي تي، محتاجه هاي دوزز كومبينيشن اوف نوبل انتي سايكوتكس، لو هي سوسايدال، لو هي فيها سايكوتك فيتشرز، لو هي فيها انفانتسايد، فممكن تاخد القرار بتاع عدم الرضاعه. بتاسس السيفيريتي عاده لو جات لك بوست بارتم بيري بارتم ديبريشن هتلاقي يعني ما فيش مايل، مايل ده بيبقى البلوز. بيبقى كده زي الكتاب على الارض. كانوا شو الادلسنت والشكل اكتر حاجه بتفهم الكلام ده بتاعت الديبريشن. بس انا بحس بشوف ان الارتباطي في الاطفال يعني هي سيرته مشترك ما بين امراض كتير. يس. فانا كطفل ازاي هقدر اعرف ان ده ديبريشن مش. تشوفي بقيه بتعملي سكاننج لبقيه الامراض يعني مع كلينيكال انتي بتعرفي مع كلينيكال براكتس وتبقي مور اكسبرت بتقدري توظفي الكور بريزنتنج سيمتومز دي ويتش ديس اوردر. يعني ممكن تلاقيها اريتابيلتي بتاع مود ديس ريجليشن، ممكن تلاقيها اريتابيلتي بتاع اي دي اتش دي، ممكن تلاقيها اريتابيلتي في باي بولر، ممكن اريتابيلتي بتاع ميجر ديبريسيف ديس اوردر، اريتابيلتي بتاع كوندكت سبيكترم ولا كوندكت سيمتومز. اوكي؟ فانت بتشوفي بتكسكلود وتلمي الاعراض. يعني بتلمي الاعراض، لا دي ما فيهوش ده، ما فيهوش هنا، لا يبقى دول كاتيجورايزنج للاعراض هنا في الاريا دي. كلينيكال براكتس اكتر. دكتور حامد، الدواء الجديد اللي في امريكا بتاع الانستو دي، لا مش عارف اسمه ايه، مش عارف، ما هو فلوكسيتين. فلوكسيتين بس نازل باسم تاني غير بروزاك. دكتور حامد، لو انا يعني الكرونيك فاتيك سندروم فيرسس الفايبروميالجيا فيرسس الام اي دي، لو انا يعني مود مود وانهيدونيا، يعني الكور سيمتومز عشان اقول ده ميجر ديبريسيف ديس اوردر، مود وانهيدونيا. كرونيك فاتيك هتلاقيها اعراض ثانيه غير الانهيدونيا. يعني ساعات بتبقى انترمنجل مع الفايبروميالجيا، كرونيك فاتيك والفايبروميالجيا، بس مش هتلاقي انهيدونيا، مش هتلاقي سوسايدال، مش هتلاقي هوبلسنس هيلبلسنس، مش هتلاقي ديسفانكشن بالدرجه دي. شكرا.